البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا. ولكم بيتنا حيارى وارتقبنا وماليا، فبدل يوم جليا من ثاني رسول الله قري رباية يثرب عينا. طلع البدر علينا ومن نور ارتوينا، برسول الله قري رباية يثرب عينا. هبة الله إلينا ما يذهب إلا إيدينا، وجب الشكر علينا مدعى لله داع. كل سنة الله الله وحضراتكم الله. طيبين، كل سنة وحضراتكم بألف صحة وسعادة وخير، وسنة هجرية جديدة زي ما سمعنا. معانا صوت صاحبة صوت ماسي وحنجرة مصرية قوية جميلة جدا، لدرجة أنه تم تلقيبها بأم كلثوم الصغيرة، رغم أن سنها فقط 14 سنة، بس قدرت في الكام سنة اللي فاتت أنها تحقق شهرة، وكمان أنها تفوز بجائزة المبدع الصغير في مجال الغناء، وده كان في الأسابيع اللي فاتت في جوائز المبدع الصغير، واللي بتقدم تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية. خلونا بقى نستمتع ونسمع أكتر من ضيفتنا الجميلة اللي معانا النهاردة، المطربة الشابة والموهبة كبيرة جدا عندنا بسملة كمال. بسملة كل سنة وانتي طيبة، والصوت الحلو ده مبروك جايزة. الله يخلي حضرتك. طبعا بشكر حرم السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة الفاضلة انتصار السيسي، بشكرها جدا على دعمها الفنانين والمبدعين في مصر، وبحب أشكر وزيرة الثقافة دكتور إناس عبد الدايم على دعمها ليا وتشجيعها ليا، وبحب أشكر كمان أستاذ محمد رئيس الهيئة رئيس الإدارة المركزية بدار الأوبرا المصرية. مبروك الجايزة. ربنا يخلي حضرتك. إيه الصوت الحلو ده؟ شكرا جدا. مين اللي اكتشفك بقى قولي لنا؟ بابا الله يرحمه اكتشفني، كنت في المدرسة بغني عادي، الميس سمعتني قالت لبابا بنتك صوتها حلو ووديها الأوبرا. طبعا بابا أول ما عرف إن أنا عندي موهبة طبعا ودينا الأوبرا، وهو اللي حطني على أول الطريق. تعرفي يا أستاذة سناء؟ نعم. بسملة بتحب كل الأغاني بتاعة الجيل الكبير، يعني مش هتلاقيها مثلا بتغني لشيرين مثلا كده، لا بتغني أم كلثوم، تغني نجاة، تغني شادية. لا أنا عايزة أسمع أم كلثوم بقى، ما دام أنتِ أم كلثوم الصغيرة. رق الحبيب ووعدني يوم، وكان له مدة غايبة رق الحبيب ووعدني يوم، وكان له مدة غايبة حرمت عين الليل من نوم لأجل النهار ما يطمني مني.
صعب عليا أنا صعب عليا أنا صعب عليا أنا أحسن أشوف في المنام صعب عليا أنا أحسن أشوف في واسمع كلامي معاه واشوف خياله قاعد جنبي. الله الله الله، جميل جميل جميل. انتي في سنه كام؟ عندك 14 سنه. مدرسه؟ مدرسه ايه بقى يعني؟ كونسرفاتوار. ها؟ كونسرفاتوار. في الكونسرفاتوار، ما شاء الله، يعني كل اتجاهك هيبقى ان شاء الله، يعني ده مش هوايه، ابتدى يبقى احتراف تقريبا، يعني بدايه الطريق يعني. بس الكونسرفاتوار بندرس غربي بس، كمان بغني شرقي. طب امال يعني ازاي انا في قلت اتعلم الغربي والشرقي عشان يكون عندي احتراف ده وافهم في ده وفي ده. طب برافو عليكي، برافو عليكي. تعرفي تعزفي على آلة من الآلات يا بسمله؟ الأبوة، آلة الأبوة. الأبوة ما شاء الله. ده اختيارك ولا؟ لا، اختيار الكونسير. بنخش بيشوفوا الاله اللي تسمح لنا، تسمح ان احنا نعزفها يعني. الايه اللي كان بيدرس عليها عبد الحليم حافظ كانت ايه؟ أوبو. مش كده؟ انا قلت برضو كده. يلا ان شاء الله تبقي عندليبه الخمريه. ان شاء الله باذن الله. احنا في شهر يوليو، مش عارفه، نفسي اسمع حاجه وطنيه، ما اعرفش ليه. احنا طبعا هقول لحياتك يا استاذ سناء، في حفله 23 يوليو اللي دار الاوبرا المصريه دايما بتقدمها، بس ملكت مشاركه فيها. متسمعينا حاجه كده بمناسبه شهر يوليو، يعني احنا بالنسبه لنا يعني حاجه من الحفله ولا حاجه دلوقتي؟ اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه. طيب. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام تحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراته فرائض عقدي. إن مجدي في الولايات عريق من له مثل ولاياتي ومجدي. الله الله، يعني فعلا. صوري بقى، طب انت بقى في الاغنيه الوطنيه مكسره الدنيا، ايه رايك بقى؟ لا الحقيقه يعني صوت جميل، يعني بسملة اسمها جميل قوي على فكرة. بسملة عندها 14 سنة، ربنا إن شاء الله هيوفقها
ربنا بقى جيسي وولادها يستضيفوكي بعد كده في السفيرة عزيزة بعد ما تبقي بقى من أشهر مطربي العالم العربي. حضرتك كده موجودة، حطت يعني رجلها اوريدي على الطريق يا استاذة سناء. بجائزة المبدع الصغير مش كده في مجال الأغنية. شكرا شكرا يا بسملة، وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقك، وصوت جميل أوي. ومصر زي ما بيقولوا دايما، مصر ولادة، عمر 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 مصر ما الموهبة هتنتهي فيها، نهر من المواهب موجود في مصر.